مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات. دائما مع الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، ومع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، ومع الزوجة الرزينة زينب بنت خزيمة العفيفة الكريمة التي كانت تلقب بأم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم. نتعرف على هذه الصالحة من أمهات المؤمنين مع الأستاذة الفاضلة نعيمة بن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أستاذتي أهلا ومرحبا بك مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات. أهلا وسهلا. إذن كما ذكرت شخصية هذه الحلقة هي زينب بنت خزيمة، يعني لم تكتب الكتب كثيرا عن هذه الشخصية والتي تعتبر من أمهات المؤمنين، لكن هي تركت بصمة وكانت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الخصوصيات والصفات التي كانت تتصف بها هذه المرأة الطاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكفيها شرفا أنها تدخل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما صلينا على الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا قلنا وصل اللهم على سيدنا محمد وآله، فهي من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وآله هم زوجاته وبناته وآل بيته. وهناك من توسع في الآل وهناك من ضيق في الآل، ولكن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي هن أمهات المؤمنين كلهن من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب بنت خزيمة هي واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي لم يعشن معه طويلا. تذكر الروايات بأنها عاشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم 8 أشهر وتوفيت. ربما كانت هي الزوجة الثالثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني التي تزوجها بعد السيدة خديجة رضي الله عنها وأمنا سودة والسيدة عائشة. هناك من يقول بأنها كانت الزوجة الرابعة، ولكنها في الوفاة كانت هي الزوجة الثانية. السيدة خديجة توفيت رضوان الله عليها في مكة المكرمة ودفنت في مكة، ولكن السيدة زينب توفيت في المدينة المنورة، وكانت هي أول زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم تدفن في البقيع. فالبقيع الذي نزوره حينما نزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزور الحرم المدني لا بد أن نعرج على البقيع وأن نزور البقيع. فأول من دفن فيه من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي سيدتنا زينب بنت خزيمة. هي من بني هلال، قيسية هلالية، تزوجت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، هناك من يقول 3 مرات، ولكن يعني الأكثرين قالوا بأنها تزوجت مرتين، وربما هذا أقرب للصحة. في طبقات بن سعد أكد على أنها تزوجت مرتين بابني عم الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوجت الزوج الأول الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب، وطلقها بعد مدة، ثم بعده تزوج. هذا كله كان قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، قبل أن تسلم، وولدت قبل البعثة أيضا، وتزوجها بعد ذلك بعده أخوه عبيد بن الحارث. فقد كان في المجتمع يعني العربي كان من مظاهر التضامن والتكافل أن المرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقت يتسابق عليها الرجال ذو المروءة والشهامة للزواج. أن يجب أن نرجع الحدث إلى سياقه. فالسياق هنا في البيئة أن كانت المرأة لا تشتغل ولم يكن لها مصدر للعيش، فالمصدر الوحيد للعيش هو الزواج. فكان الذي ينفق عليها ويتكفل بها هو زوجها. إذن الزوج الأول طلقها، أخوه رأى من خصالها ورأى من أخلاقها الحميدة ما شجعه على أن يتزوجها. لم تلد لا مع الزوج الأول ولا مع الزوج الثاني، فتزوجت سيدنا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو أيضا
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخو الزوج الأول. نعم. عاشت معه مدة من الزمن. نعم. سنربط هذا الحال بواقعنا أستاذة حتى لا تفوتنا هذه النقطة. نعم. يعني فيما يتعلق بالمرأة المطلقة. نعم. ذكرت أنها طلقت وتزوج الأخ الزوج الأول تزوجها. نعم. أخو الزوج الأول. نعم. في وقتنا الحالي كأن المرأة التي تطلق وكأنها يعني أصبحت يعني كأنها فاجعة بالنسبة. صحيح. سواء لها أو لأسرتها أو للمحيط أو يعني أن تعاود الزواج مرة أخرى يصعب الحال في معظم الأوقات. صحيح. الأوقات. الطلاق عندنا يعتبر سبة ويعتبر عار بينما هو شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا لا نشجع على الطلاق لأن الطلاق هو يعني الحل النهائي. نعم. ولكنه هو الحل النهائي لمشاكل لا تنتهي. نعم. إذا لم تكن هذه المشاكل لها حلول وجرب الإنسان كل الحلول ولم يحدث هذا التزاوج بين النفسين وبين الزوجين وبين المرأة وهذا الزوج أو بين هذا الزوج وزوجته فالأولى والأجدر هو الطلاق. نعم. ولكن الذي يثيرني أكثر في هذه القصة أن في واقعنا لما تطلق المرأة فإنها تصبح منبوذة. نعم. من عائلة الزوج. نعم. حتى وإن كان الزوج هو المخطئ. نعم. وإن كانت فرت من العذاب فتصبح منبوذة. نعم. وتدخل في معارك مع عائلة صراع. الزوج. نعم. فانظروا إلى الحدث الذي وقع في حياة السيدة زينب بنت خزيمة. طلقها الزوج الأول الطفيل تزوجها أخوه. يعني أن العائلة لم تدخل في الصدام وكما ذكرت هذا من سمات الشهامة والمروءة. صحيح. لم تدخل في الصدام بل أخوه كان أشهم منه وكان أكثر منه مروءة فتزوجها التقط الفكرة وقال هذه الزوجة التي ضيعها أخي أنا أتزوجها ويعني يحميها. نعم. يحميها من الغرباء. تزوجها وعاشت معه إلى أن أسلمت هي وهو أسلما معا وشارك في المعركة الأولى التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين بعد الهجرة. هاجرت أيضا مع زوجها وشارك في المعركة الأولى معركة بدر وتوفي استشهد في هذه المعركة. بعد المعركة يعني لبثت مدة من الزمن فخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أستاذتي الكريمة هذا ما أريد أن أسأل عنه. يعني بقيت فترة قصيرة وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كيف تقبلت هذا الأمر؟ يعني هي كانت لازالت متألمة إذا صح التعبير. نعم. من فراق زوجها وموته. نعم. هل يمكن بأن نقول بأن خبر خطبتها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحد من حزنها إلى صحيح أو مكافأة يعني كان مكافأة لها؟ صحيح أنه كان مكافأة الله على صبرها. نعم. أولا لأنها غريبة في المدينة المنورة ليس لها أهل ليس لها عائلة ليس لها أبناء ليس لها أحد فالله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه أن يخطبها وهي كانت متزوجة عند ابن عمه وابن عمه كأنه يعني قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له إخوان. نعم. إلا من الرضاعة فابن عمه الذي آمن به وسانده ودعمه وهاجر معه وشارك معه في المعركة ومات أو توفي شهيدا وبقيت زوجته الصغيرة كان عمرها حوالي 30 عام ليس لها أحد كأن الله سبحانه وتعالى كافأها على صبرها وعلى احتسابها وعلى تحملها لكل الأذى الذي تحملته فما خرجت من قومها مهاجرة إلا لأنها أوذيت هي وزوجها فكافأها الله سبحانه وتعالى بأن تنال هذه الدرجة الرفيعة ألا وهي أن تصبح أما من أمهات المؤمنين. وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وبقيت عنده حوالي 8 أشهر وتوفيت كما ذكرنا ودفنها الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول رواية أن كان النساء اللواتي غسلنها كنا أولى النساء اللواتي تعلمنا كيفية غسل الميتة فعلمهن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يغسلنا الميتة يعني المرأة كيف تغسل المرأة المرأة. نعم. عند موتها فإذا فهي كانت رضوان الله عليها طيبة في حياتها وطيبة بعد موتها علمت الكثير رغم صغر سنها
ورغم المدة القليلة التي مكثتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي بقينا بعدها يذكرنها بخير، ويذكرن طيبتها وحسن خلقها وحكمتها، ولم تكن تؤذي أحد، وكل ذكرياتها مع المحيط النبوي كانت طيبة وجيدة حتى مع بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يذكر على أنها كانت متأخرة في الجمال. نعم. لم تكن جميلة، لكن صفاتها والحميدة هي من جلبت لها يعني هذا العز وهذه الكرامة. نعم. وهذه الصفات يعني جعلتها محبوبة لدى الجميع. صحيح. إذن كيف نعتبر من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأقصد هنا الشباب الذي يرغب دائما في الزواج من حسنوات. نعم. يعني ويغفلنا يعني ما هو أهم أستاذتي. نعم. الفاضلة، في الحقيقة الزواج لا بد فيه من الانشراح بين الطرفين، ولذلك وجب على الذي يختار زوجة أن يرى فيها ما يعجبه، ولكن مع الأسف الشديد اليوم أصبح التركيز فقط على الجانب المادي في المرأة وحتى في الرجل أيضا، وأصبحت الصورة هي الأهم وليس الجوهر. فالشاب يرى الصورة، إن أعجب بالصورة يتقدم، قد تصله بعض الأمور التي تهم الجانب الخلقي أو الجانب الثقافي أو الجانب العلمي عند هذه المرأة أو كذا أو كذا، فلا يهتم بذلك، ولكن جانب الصورة أصبح مشجعا جدا. لماذا؟ لأننا نحن في زمن كثرت فيه المغريات، ولا بد أن يعني أن نجد الأعذار والمبررات للشباب، ولكن أنا أخاطب من هذا المنبر الشباب وأقول لهم بقدر اهتمامكم بالصورة اهتموا الجوهر. مليون مرة بالجوهر. صحيح. وبالأخلاق، لأنكم أنتم تختارون ليس الزوجة فقط، ولكن تختارون المرأة التي سيشرفكم دائما أن تكون أما لأبنائكم، وسيشرفكم دائما أن ترفعوا رؤوسكم بها في المجتمع. نعم. فإذا رغم أهمية الصورة، ولكن دائما يبقى الأهم هو الجوهر. سنواصل أستاذتي إذا. نعم. سمحت في هذه النقطة بعد هذا الفصل. مشاهدي الكرام، نبقى مع هذه الوقفة ونعود لنتمم هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات. سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. وليس هذا معناها أن القراءة الأخرى غير سنة، لا، فالقراءات كلها متساوية، كلها سنة، كلها مروية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم من جديد مشاهدي الكرام، أنتم دائما في مشاهدة حلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات. شخصية هذه الحلقة مع الصحابية الجليلة زينب بنت خزيمة، مع الأستاذة الفاضلة نعيمة بن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن أستاذتي قبل الفاصل وقفنا عند نقطة، يعني كنت تنصحين الشباب في أن يتبعوا الجوهر ولا ينسوا يعني ما هو أهم عن الجمال الظاهر. نعم. اختيار شريكة الحياة. في الحقيقة الكثير من الشباب متأثرين بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها أو لمالها أو لحسبها فاظفر، أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. وهذا الحديث ربما سبق الحديث عنه، ولكن أكرره مرة أخرى، الحديث هو معمم على كل النساء، تنكح المرأة وليس المسلمة، أي امرأة. مطلوب في هذه الأربع الرجال تجاه المرأة عند الزواج هم أربعة أصناف: هناك من يركز على الجمال، هناك من يركز على المال، هناك من يركز على الحسب والنسب، هناك من يركز على الدين. فاظفر بذات الدين تربت يدك. فإذا الصفة الأولى والأساسية التي لا يجب أن يتنازل عنها الرجل إذا أراد أن يتزوج زواجا فيه بركة وزواج فيه عبادة لله عز وجل،
لأن الزواج هو عبادة نتقرب بها إلى الله. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر نصف الدين عند الرجل هو الزواج، هي الزوجة الصالحة. ونقلب الآية ونقول الزوج الصالح أيضا بالنسبة للمرأة هو نصف دينها. إذن إذا كان 50% من الدين ومن التدين يتحقق بالزوج الصالح، فعلينا أن نبحث عن شروط الزوج الصالح، نحرص على أن يكون سليما. نعم، هذه الشروط لابد أن يكون فيها الدين هو الأساس. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن فالأساس الأول في الزوجة الصالحة هو الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة سيدتنا زينب، وقبلها أمنا سودة كبيرة في السن، ولا يمكن أن يخطبها أحد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أكبر منه سنا وعجوز، تزوجها لدينها، وهذه الثانية أيضا يتزوجها لدينها. فهذا هو السبب الرئيسي الذي يجب أن يختاره الشاب، ثم بعد ذلك يجعل الأسباب الأخرى أو الشروط الأخرى تبعا للشرط الأساسي الذي هو التدين. لأن التدين معناه أنها ستعينك على أن تحيا في الدنيا مرضيا وفي الآخرة تكون منعما. فإذا كنت مرضي عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا ستكون منعم في الآخرة، ولكن قد يخسر الإنسان دينه ودنياه إذا لم يعر هذه الشروط يعني انتباها ولم يلتزم بها. قد يتزوج ويتفكك الزواج، واليوم علينا أن نذهب فقط ونجلس نصف ساعة أمام محاكم الأسرة، أمام محاكم الأسرة، ونرى ما الذي يحدث. شباب تزوجوا لأشهر معدودة، لسنوات معدودة، ويأتون للطلاق مصرين على الطلاق، وحينما نرجع للأسباب نجدها واهية جدا. الاختيار في الأول لم يكن صائبا، لم يكن مبني على أسس يعني صحيح حقيقية. وبعد الاختيار ليس هناك صبر، ليس هناك حكمة، فهي كانت حكيمة أيضا. هذا الشرط الأساسي في الزوجة وفي الزوج أيضا، أن يتصرف بعد زواجه بحكمة. أنت الآن دخلت حياة جديدة، وأنت دخلت مسؤوليات، لابد أن يعني ترجع إلى نفسك وتعرف في أي مقام أنت. أنت مسؤول عن قيادة أسرة، وأهم ما يتقرب به العبد إلى الله هو أن يقود أسرة صالحة ويحمي هذه الأسرة من كافة الانحرافات والانزلاقات. نعم، إذن صفة أخرى من صفات هذه السيدة الفاضلة التي نتحدث عنها اليوم في هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات، أنها كانت توصف وتنعت بأم المساكين. لأنها كانت تطعم وتتصدق على المساكين. حدثينا أستاذ عن هذه الصفة. نعم، أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها، يكفيها أن الله سبحانه وتعالى رفع شأنها ومقامها لكي نناديها أم المؤمنين إلى يوم القيامة. وفي الجنة يبعثنا بهذه الصفة. فإذا اختارها الله سبحانه وتعالى أيضا لصفة جميلة جدا كانت فيها. هي كانت فقيرة، لم تكن ذات غنى، والرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوجته أيضا كان فقيرا، فأمهرها بأقل من 500 درهم. هذا مهر سيدتنا زينب التي هي واحدة من المبشرات بالجنة وأم من أمهات المؤمنين، يعني مهرها كان أقل من 500 درهم. ولكن كانت تحاول وتقتصد وتطبخ في بيتها، ليس لها أولاد، في بيتها تطبخ طبخ أكثر من الذي تحتاجه، وكلما جاءتها فرصة وكان عندها شيء إلا وطبخته وأعدته للمساكين. ونعرف بأن في هذه الفترة كان الصحابة الكرام الذين أتوا من مكة المكرمة لم يكن لهم موارد للعيش، وكان الكثير منهم يجلسون عند أهل الصفة الذين يجلسون في مكان معد لهم عند المسجد النبوي وسموا بأهل الصفة، أهل الصفة الذين لا يملكون شيء، لا يملكون إلا إيمانهم وإلا حبهم للإسلام وإلا جهادهم في سبيل الله، فكانوا يجلسون هناك ويؤتى لهم بالطعام. أي بيت فيه طعام إضافي كان يؤتى به إلى هذا المكان، فكانت تبعث بالطعام إلى المساكين. وعرفت بأم المساكين، فكانوا ينادونها أم المساكين أكثر من اسمها الأساسي الذي هو زينب بنت خزيمة أم المؤمنين. وطبعا هي سنت لنا هذه السنة، وقبلها سنتها لنا
يعني الهامات الكبيرة التي مرت في تاريخ الإسلام والمسلمين منذ سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبلها أيضا كانت السيدة خديجة معروفة بهذا بالكرم والجود ولكنها كانت غنية. نعم. الفرق بينهما أن السيدة خديجة كانت ذات مال وذات غنى، تذبح الذبائح وتطعم يعني كل من دخل إلى قبيلة قريش أو كل من جاء إلى مكة المكرمة وليس له بيت تأويه وتطعمه. ولكن السيدة زينب على فقرها وعلى قلة ذات يدها إلا أنها كانت كريمة وكانت تقوم بهذا العمل الخيري متطوعة. إذن أستاذ، هذا دليل على أن المرأة يعني منذ يعني القدم كانت تقوم بالعمل الخيري ولا زالت. صحيح. ولله الحمد دائما نجد أن المرأة سباقة للعمل الخيري. صحيح. وهذا ما نراه يعني في الجمعيات مثلا الخيرية، تجد بأن المرأة هي من تتكفل مثلا بجلب اللوازم للأطفال. صحيح. دور الأيتام، دور العجزة. صحيح. يعني غالبا ما نجد بأن المرأة هي التي تتكفل بهذه الأمور. صحيح. الله سبحانه وتعالى حب المرأة بميزة أساسية، وهي أن لها خزان من العواطف، وهذا الخزان من العواطف لا يكفيها فقط، لا يكفي فقط لكي يغطي الحاجة العاطفية لآل بيتها أو لأبنائها ولزوجها وللمحيطين بها من الوالدين والإخوة والأخوات. عندها خزان من العواطف يمكن أن تغدقه على الناس أجمعين. ونرى الذين يقودون العمل الخيري ليس في الإسلام فقط، ولكن حتى في الديانات الأخرى. نعم. مثلا الراهبات، من يخرج في القوافل الخيرية إلى العالم. نعم. إلى البلدان التي تعاني من المجاعة. نعم. وتعاني من العطش وتعاني من الأمراض. نعم. هن الراهبات. صحيح. اللواتي يقودن القوافل الخيرية في شتى بقاع الدنيا. إذا سمحت. نعم. دائما نضرب المثل بالأم تريزا. صحيح. لماذا لا نضرب المثل بسيدتنا زينب؟ نعم. بنت خزيمة. هذا واحد من أدوار هذا البرنامج. نعم. أن نكشف الغطاء عن هذه الشخصيات العظيمة وأن نتعلم منها. الأم تريزا مدرسة في العمل الخيري. نعم. صحيح. ولكن قبلها كانت أمنا زينب. نعم. كانت السيدة زينب، وكانت السيدة زينب أيضا بنت جحش التي سنتعرف عليها فيما بعد. فكل هؤلاء كنا قادة في العمل الخيري. فالمرأة عندها قدرة على أن تغدق عواطفها وإن لم يكن عندها. فعبر يعني التجارب في العمل الخيري، تقول التجارب بأن النساء اللواتي يشاركنا لسنا غنيات. نعم. ولسنا ثريات. في غالب الأحيان هن من الفئات إما الهشة أو المتوسطة. نعم. ولكنهن بقلوبهن يعطينا ويكرمنا. العطاء هو عطاء قلبي. صحيح. قبل أن يكون عطاء مادي. نعم. فلذلك الله عز وجل في القرآن الكريم نهانا عن أن نتبع الصدقة بالمن والأذى. نعم. لأن إذا أعطيت بقلبك فأنت سعيد. صحيح. وأنت فرح ومسرور، وتصل هذه الصدقة من القلب، تصل. صحيح. إلى القلب وتجد مكانها في قلب الآخر. نعم. فالصدقة هي نهر يجري من قلب إلى قلب، والعطاء هو عطاء بالمشاعر قبل أن يكون عطاء ماديا. نعم. واليوم نحتاج إلى هذه الخدمات، نحتاج أن تشارك. اليوم تشارك النساء، ولكن نحتاج أن تشارك كل امرأة. لا نقول فلانة ما شاء الله تشارك وفلانة جزاها الله خيرا تشارك، بل نقول المجتمع كله يشارك. كلنا يجب أن نتكافل وأن نتضامن وأن نساعد بعضنا البعض، وأن نهب لنجدة المحتاجين من الفقراء ومن الأيتام ومن الأرامل ومن ذوي الحاجة ومن كبار السن. صحيح. وأن نخدمهم ونعتبر ذلك شرفا، ونعتبر ذلك بأنه اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في خدمة المحتاجين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون بضعفائكم. فهذا النصر لن يأتينا أي نصر، ولو كان نجاحا في امتحانات الأبناء، ولو كان نجاحا أسريا، ولو كان نجاحا مهنيا. نعم. فنحن ننصر بقدر ما نخدم هؤلاء المحتاجين وهؤلاء الضعفاء. إذن أستاذتي الكريمة، هذه الفاضلة لم تعمر طويلا مع رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم، وأظن بأنها ماتت وهي صغيرة السن. صحيح. لكنها تركت هذه البصمة وتركت لنا عبرة نقتدي بها. نعم. يعني كيف يمكن للإنسان أن يكون يعني فعالا حتى في
مدة قصيرة وفي عمر طويل، لا يحتاج الأمر إلى يعني وقت طويل حتى نكون فعالين داخل المجتمع. قد يعيش الإنسان 100 عام ولا يترك بصمة، قد يعيش مدة قصيرة وكلها بصمات. أمنا زينب عاشت 8 أشهر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في الشهر 22 بعد الهجرة، 32 بعد الهجرة، العام الثاني، في الشهر بالضبط 32 بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 32 شهرا على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت أمنا زينب. عاشت معه في البيت حوالي 8 شهور، ولكنها تركت هذا الزخم من بصمات الخير والعطاء، وسميت بأم المساكين، واستحقت أن ترتقي وتسمى أم من أمهات المؤمنين. فالإنسان يحتاج فقط إلى إرادة، لا يحتاج إلى عمر طويل، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى إرادة، ويحتاج أن يهب ويسارع إلى الخير. فالله سبحانه وتعالى يدعونا دائما إلى أن نسارع إلى الخيرات، لا أن نتباطأ. قد يسارع الإنسان، قد يكون الإنسان في بيته ويستدعى لعمل خيري ويتحجج ويقول الله أنا تعبان وليس عندي وقت وعندي مراجعة مع الأولاد وأهلي وكذا، ولكن لو دعي لكي من رئيسه في العمل وقال له إذا قدمت الآن سترتقي درجة أكافئك وسأكافئك بإضافة بضعة دراهيم على راتبك، سيذهب. صحيح. لماذا يذهب؟ لأنه يرى البضعة دراهيم رأي العين. نعم. ولكن المكافأة على عمل الخير وعلى فعل الخير لا تراها. نعم. ولكن تحس ببركتها في عمرك وفي حياتك وفي أبنائك وفي بيتك وفي مجتمعك وفي أمتك. فالله سبحانه وتعالى قد يدفع كثير من الأذى عن الحي الواحد بصلاح إنسان واحد. نعم. بدعاء إنسان واحد، بصدقة واحدة قد تدفع ميتة السوء. نعم. ليس عنك وحدك ولكن عن محيطك. نعم. قد تدفع عنك كثيرا من البلاء، عنا وعن مجتمعنا وعن أمتنا. وما أحوجنا اليوم أن نفعل عمرنا، أن نفعل أوقاتنا، وكل واحد عليه أن يراجع نفسه من أين أوتي في عمره الماضي. نعم. ما هي الأعمار الضائعة منه؟ كم من السنوات ضاعت؟ كم من الأعمار فلتت منه؟ كم من الأوقات؟ كم من السنوات لو حسبت هذه الأوقات وهذه الساعات لأعطتنا أعمار طويلة. نعم. 8 أشهر استطاعت أن ترتقي بها كل هذا الرقي. فلنبحث عن أسباب الرقي مع ربنا سبحانه وتعالى، وإذا ارتقينا مع الله سنرتقي أيضا في دنيانا وفي حياتنا الخاصة إن شاء الله. نرجو أن نكون فعالين، ويكون هذا البرنامج مساهمة ولو بسيطة منا في يعني نكون فعالين في هذا المجتمع وفي وطننا بإذن الله. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات، التي وقفنا فيها عند الفاضلة زينب بنت خزيمة، إحدى زوجات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أشكرك أستاذتي الفاضلة الأستاذة نعيمة بن عيش، رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أشكرك على ما أجدت به في هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، أنقل لكم تحيات فريق العمل، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.